السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في مطعم ماما. النهاردة هعمل معاكم حلة محشي جامدة جدا. انسي كل المحشي اللي عملتيه قبل كده واتفرجي معايا على وصفتي الخاصة، وتعالوا معايا نشوف هنعمل حلة المحشي دي ازاي. ادي الكرومبة بتاعتي، هبدأ اقطعها كده. شلت منها الأخضر اللي مش هنستعمله، ونبدأ نقور الكرومبة من جوه. وادي المية بتاعتنا، حطينا فيها ملح وحطينا الكرومبة، قلبناها على وشها لغاية ما لونها كده اتغير، وهنسيبها تستلق دقيقتين، كام دقيقة كده، لغاية ما لونها كلها زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي. وكده خلاص ما بتاخدش حاجة. طبعا انا بطلع كل طبقة، والطبقة التانية اسيبها ايه لما تستوي. طلعت الطبقة الاولى، وادي الطبقة التانية. كده خلاص خلصنا السليق معانا. طبعا ما بسلقهاش قوي عشان هتاخد وقت في السوا كمان، وهنبدأ نقطعها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. شلنا الضلع من الاول، وبعدين هقطعها كده، افصلها كده بالطريقة دي. اهي بقت الورقة معانا. دلوقتي حطينا مغرفة من السمنة ونص كوباية من الزيت، وحطينا بصلتين كبار. البصل مهم يبقى كتير عشان يطلع الطعم معانا جميل. وحطينا صلصة الطماطم والملح وشوية توابل صغيرين. دي خلطة توابل مشكلة، وهسيبها تتغطى لغاية ما تتسبك والصلصة جامدة معانا اهي كده زي ما انتوا شايفين، ما فيهاش ميه خالص. ادي كيلو رز غسلناه وصفيناه كويس، وهنبدا نحط الخلطه بتاعتي المميزه. هنبدا مع بعض. دي الخلطه، بهارات مشكله، حبهان، قرفه، ثوم، فلفل حار، كل ده هحطه على بعضه على الرز بتاعي، وانا بقلبه. نص معلقه من الليه، نص معلقة من اللية دي هتفرق معاكي في الطعم جامد. وهقلب، هخلط كل المكونات دي مع بعض على نار، على النار برضو هتفضل معايا على النار دقيقتين كده، لما هقلب كل الخلطة بتاعتي دي مع بعض. بعد كده طفيت النار وهحط الخضرة وبقلبها، بس النار كده مطفية تمام كده. دلوقتي ادي معايا العروق بتاعة الكروم، لازم احطها من تحت في قاع الحلة كده علشان تخش من خلالها، واقطعها عشان تخش من خلالها المية ما يحصلش شياط خالص. وهنبدأ اللف، تعليم اللف ده للمبتدئين. لفيته كده، وادي صباع المحشي متظبط معايا. لازم يكون مفيش رز من على الطرفين. بعد ما رصينا المحشي كويس قوي وظبطناه، هنبدأ في تسوية المحشي وسقية المحشي والتسوية بكل تكاتها. دي شوربة بتغلي على النار، شوربة لحمة او فراخ. حطيت شوية من الخلطة برضو على الوش كده، وسقيت المحشي اهوت. لازم تكون الشوربه من خلاله بالطريقه دي، وهزه كده هزتين علشان تنزل تحت، واتاكد ان الشوربه في كل الجوانب. ودي معلقه صلصه فوق الوش اول ما تغلي علشان تدي لون شويه.
هنسيبه 5 دقايق بعد الغلية، وبعدين هنوطي النار خالص لغاية ما يستوي زي الرز يا جماعة. وبعد السوى ادي معانا حلة المحشي، وفي تكة جامدة جدا هوريها لكم دلوقتي. هنحط طبق صغير كده، وفي فحماية مولعة وعليها شوية من اللية السايلة او دهنة الخروف السايلة، وهغطي عليها كويس قوي علشان الدخان يملى الحلة لمدة 10 دقايق. وادي المحشي بتاعنا، احلى حلة محشي ممكن تدوقيها، اكلة جامدة جدا، الراعي الرسمي للشتاء، اتفضلوا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.